تمام نكمل هسه. هون بحكي لي في عندي بوزيمتريك تيوب، تمام بوزيمتريك تيوب يعني اللي هو اللي اخذناه بشابتر 3 اللي هم هذول، هذا الانبوب وهذا الانبوب بوزيمتريك تيوب. ار تاب يعني انا ثبتهم انفنتوري سكشن، هذا فنتوري، شو الفنتوري؟ بنرجع لفوق هاي الفنتوري. تمام the liquid incompressible اكيد the upstream، اذا خلينا نسجل القلم بحكي لي upstream بوزيمتريك هيد از واحد، الابستريم يعني مكان دخول الفلو، داون ستريم ذا بوزيمتريك هيد ات الثروت بيساوي نص. تمام فاضل لك لك ابستريم بوزيمتريك هيد، يعني البوزيمتريك هيد اللي بالبدايه شو البوزيمتريك هيد؟ هو زد زائد بي على جاما. البوزيمتريك هيد مكان ما دخل يعني عند النقطه واحد يساوي واحد، البوزيمتريك هيد عند الثروت، الثروت يعني العنق، يعني عند اثنين زائد بي 2 على جاما تساوي نص. حكي لك the velocity in the throat section يعني الفيلوسيتي هون هي ضعف velocity hip section، يعني شو بحكي؟ V2 تساوي 2 V1. يعني السؤال حكي لي بوزيمتريك تيوب، في عندي بوزيمتريك تيوب هون عندي نقطة واحد في نقطة اثنين، بقول لي إذا الابستريم سكشن بوزيمتريك هيد يعني البي على جاما زائد زد هي واحد، البوزيمتريك هيد ثروت سكشن يعني بعنق هون يساوي نص، طلعت انا زد 1 على جاما زد زائد بي 2 على جاما. احكي لي انه الفيلوسيتي هون بيساوي ضعف الفيلوسيتي هون، فايند ذا فيلوسيتي عند اثنين، شو بساوي؟ انا بطبق معادله كونولت الهيد جهتين متساويه، يعني بدي احكي زد 1 زائد بي 1 على جاما زائد زد 1 زائد في 1 في على 2 جي تساوي نفس الاشي باثنين، 2 زائد b2 على جاما زائد v2 تربيع 2g. تمام اعطاني هذول كم؟ واحد، اعطاني زائد v2 صح، بعرف انه v2 بتساوي 2v1. تمام يعني v1 بتساوي v2 على 2 2 تربيع 2g تساوي هذول نص، نمسح هون نص زائد في 2 تربيع 2 جي بكم؟ السؤال عندي بالمتر، فبالتالي 9.81 9.81 المعادلة بتطلع قيمة في 2. خلص السؤال، خلص السؤال. هون أنا هذا الشرح اللي أنا حكيه، زد 1 زائد 2 على جاما، رتبت المعادلة، عملت أنا خليت إنه مثلا عملت وصلت هون، أنا خليت الدلالة في 1 بعدين طلعت في 2 عادي، بعدين بعد الطرح طلعت معي القيمة. تمام تمام هنا هذا السؤال، هذا السؤال أسهل طبعا، بقول لك open tank filled with water and drains، هذا خزان مفتوح من فوق، قول لي drains في فتحة من تحت. The elevation of the water the tank is 10 متر above the drain، بقول لك يعني ارتفاع المي، ارتفاع المي من هون لهون لهون لوين لهون عبارة عن 10. تمام drain port is atmospheric pressure يعني هون مفتوح للهواء الجوي، define the velocity، define the velocity بقول لي find the velocity هون. تمام طبق معادلة برنولي على جاما، دائما اي سؤال خلص زي هيك برنولي زد 1 زد في 1 تربيع ان جي، كيف عرفت انه برنولي بده سرعه؟ شابتر 4 لو اصلا شابتر 4 و5 و6 و7 و8 كلهم هم عباره عن سرعه، يعني خلص انت اول ما وصلت هون يعني انك انت خلاص يعني الماده شبه خلصت معك، باقي بضل افضل. تمام بدي احكي شغله، اذا قال لك نقطه واحد مفتوحه نقطه اثنين مفتوحه، مفتوحات للهواء الجوي، الضغط اللي بعوضه هون هو ضغط قاد قاد. تمام ضغط القاج على الفتح احنا بنعرف انه زيرو، بالتالي انا شو بعمل؟ كيها قيمتها صفر وقيمتها صفر، ليش؟ هي فتحة خزان، انا هون بعوض قاج. تمام انا بعرف كمان خزان، تمام ما بصب فوق مي، انا هون من هون ما بصب مي، وهاي معناته ايش؟ معناته هاي السرعة صفر. دائما السرعة على سطح الخزان في حال هضم مياه هي عبارة عن صفر،
مصفة عندي زد 1 وزد 2 هو بده في 2 تجيك 7.81 عرفت لانه هاي قال لي 10 متر معناته السؤال 7.81 هاي راح صناش اياها عندي زد 1 وزد 2 ناقصني اجيب الزد 1 والزد 2 اطلع من خلالها في 2 طب كيف بدي اجيبهم تمام زد 1 ناقص زد 2 عباره عن فرق الارتفاع من 1 و2 يعني انا فاهم فرق الارتفاع بينهم هو 10 بدي اعرف اعوض سالب 10 ولا 10 منطقيا لو فرضت عندي مرجع معين مرجع معين واللي هو نقطة 2 تمام زد 2 تساوي 0 لأنه الأوريجين عندي 2 زد 1 تساوي 10 في فرق الارتفاع بينهم بعوض هاي 10 بعوض هاي 0 بالتالي في 10 10 ضرب 2 في 7.81 تحت الجذر بيعطيك الفي حد ثاني له هو فكاعتبر انه هاي هي الصفر واعتبر هاي سالب 10 بالتالي بحكي صفر تساوي سالب 10 زائد في 2 تربيع 2 جيم هو الفي 1 0 والبي 0 صفت هيك في حل ثالث شو هو انه هون حط المرجع هون كل هاي المسافة زد 2 انا بحكي المسافة زد 1 هاي مش زد 2 يعني في فرق بسيط فالفرق بينهم كم زد 1 ما معي ساعتها لا زد 1 ولا زد 2 انا بعرف انه زد 1 بدها تكون عبارة عن المسافة من هون لهون زائد مسافة صغيرة انا ما معي لا زد 1 ولا زد 2 بس انا معي زد 1 ناقص زد 2 كم زد 1 ناقص زد 2 هي العشرة اللي هي العشرة فيها زد 1 كاملة زد 2 هاي الصغيرة تروح منهم بضل المسافة هاي المسافة ايش هي العشرة فبتدي معنى واحد تقدر تفرض الاورجن ما بدك هو صح بالتالي هاي الملاحظات بدي تعرفها انه سؤال خزان ارتفاع 10 متر من فتحة معينة معرض لضغط الجو بالتالي هاي ملاحظات مهمة دائما السرعة على سطح خزان تساوي صفر اذا كان يصب ماء دائما ضغط الهواء الجوي هو صفر اكيد انا بحسب السرعة عند فتحة يكون فيها تدفق للماء يعني مش صفر بالمختصر السرعة والضغط تساوي صفر عند سطح الخزان والضغط فقط عند فتحة بيساوي صفر حل السؤال بيطلع معك هيك أمثلة خارجية خليها فيديو لحال معناه يعني هذا نفس اللي قبله بس هنا في ماي بتنصب هون بتنصب معناته في عندي في 1 تربيع هذا سؤال يعني إن شاء الله بنقسمه مرة يعطيكم العافية.